السلام عليكم. ذكرنا أنه في بلاطات الهوردي الجوائز تكون عريضة، مثلا إذا جائز طرف 60 وسط 80، وارتفاع الجائز يكون 30، لأنه في بلاطات الهوردي تكون الجوائز مخفية في السقف. إذا هذا جائز بلاطة هوردي، وعادة جوائز الهوردي يكون تسليحها كبير لأن سماكتها قليلة. أما في البلاطات المصمتة فتكون الجوائز متدلية تحت السقف. نحن نأخذ الجائز عادة ارتفاعه 50، إذا هذا جائز رئيسي وجائز ثانوي. طبعا في العادي يكون الجائز الثانوي ارتفاعه أقل من الجائز الرئيسي، أما في هذا المثال الجائز الثانوي والرئيسي لهما نفس الارتفاع. إذا هكذا تظهر البلاطة المصمتة وجوائزها المتدلية تحت السقف. إذا هنا القالب الخشبي لأبلاطة مصمتة نلاحظ الجوائز تكون متدلية تحت السقف. عندما يكون الجائز وسطي فإن هذا الجائز نعتبر شكله تي، لأن الجائز هناك قسم من البلاطة نعتبره تابع للجائز. نحن سنأخذ ارتفاع الجائز 50، سماكة البلاطة 14، وتدلي الجائز تحت السقف 36. أما إذا كان الجائز طرفي فنعتبر أن شكله حرف L، لأن الجائز طرفي فيوجد جزء من البلاطة هنا على يمينه تعمل معه. هذا الجزء من البلاطة عادة الذي يعمل مع الجائز نعتبره عادة مساوي إلى عرض الجائز. يوجد عدة طرق لحساب الجزء من البلاطة. إذا هذه البلاطة المصمتة هذا الجائز نلاحظ أنه مسلح بأربعة قضبان سفليين، سوف نترك قضيبين مستمرين وقضيبين نوقفهما. لدينا أسلوبين، أسلوب تكسيح وأسلوب إيقاف. هنا في هذه الصورة قد استعملنا أسلوب الإيقاف. طبعا التسليح الجائز يجب أن يستند على تسليح البلاطة. نلاحظ أن التسليح العلوي للبلاطة، تسليح البلاطة عفوا، يجب أن يستند على تسليح الجائز. إذن وهنا نلاحظ تسليح الجائز، التسليح البلاطة يدخل ضمن الجائز، أما المكسح فيستند على تسليح الجائز. إذن هنا التسليح السفلي المستمر للجائز قضيبين T20 سنأخذهما، واثنين T20 سيتم إيقافهما أو تكسيحهما نحو الأعلى. إذن هنا كسحنا، هنا لدينا اثنين T20 علويات، ولدينا قضيبين T20 مستمرين من الأول إلى الأخير. طبعا القضبان الزرقاء هذه قضبان تقلص نسميها، سوف لا نرسمها في هذا المثال، بالإضافة كذلك إلى الأساور. إذن هذا هو تسليح الجائز. إذن المثال الذي بدأنا به، نحن سوف نرسم اليوم الجائز الذي يصل بين هذين العمودين. طبعا هو جائز رئيسي لأنه يستند على عمودين. اتفقنا أننا سنأخذ ارتفاع الجائز 50، أما إذا كنا درسنا جائز ثانوي فنأخذ ارتفاعه 35. إذا سنبدأ برسم الجائز الرئيسي الذي يصل بين العمودين 1 و2. هنا لن نأخذ مقياس للأفق ومقياس للشاقولة، سنرسم الجائز بمقياس 1 إلى 50، أي ارتفاع الجائز 50 على اللوحة صمت. طبعا الجائز يستند على أعمدة. إذا هذا هو الجائز. نقوم عادة نفس المقياس برسم القضبان السفلي المستمرة والقضبان العلوي المستمرة. كالعادة نعيد القضبان قليلا إلى الأعلى ونقوم برسم العكفات للقضبان. إذا لدينا قضبان سفلي مستمرة وقضبان علوي مستمرة. بالإضافة إلى هذه القضبان طبعا لدينا القضبان المكسحة. نحن سنستخدم أسلوب التكسيح. طبعا عندما يكون المسند طرفي فعملية التكسيح عند L على 7، فأنا بحاجة إلى حساب L. في هذا المثال L تساوي 700. إذن L تساوي 700، L على 7 تساوي 100. إذن على بعد 100 سوف ينتقل التسليح من سفلي إلى علوي. في الصور قمنا باتباع أسلوب الإيقاف، أما هنا سنقوم نحن بالتكسيح على زاوية 45. في الجهة الثانية نفس العملية تماما. إذن التكسيح كالعادي إذا كان المسند طرفي L على 7، أما إذا كان المسند وسطي L على 5.
نفس قواعد التسليح نفسه. هنا نلاحظ بدلا لدينا قضيبين مستمرين سفليين قضيبين علويين، القضبان الوسطي بدلا من تكسيحها قمنا باتباع أسلوب الإيقاف. طبعا عند اتباع أسلوب إيقاف هناك مسافة تداخل بين القضبان، أي يستمر القضبان السفلي الوسطي بمقدار مسافة تداخل. الآن نقوم بنسخ التسليح إلى الأسفل وتوضيحه. إذا لدينا قضيبين سفليين مستمرين 2T20، قضيبين علويين مستمرين 2T20، بالإضافة إلى قضيبين مكسحين يكونان في وسط المجاز بالأسفل على الزاوية 45 ينتقلان إلى الأعلى. أهم شيء طبعا الرسمة كأنها منقولة من الأعلى، نفس بداية التكسيح نفس النهاية نفس أطوال التكسيح. إذا هذه هي الرسمة. بالإضافة إلى ذلك نقوم برسم الأساور كالعادة. الأسوارة الأولى عند وجه العمود، طبعا هناك كودات تقول على بعد 5 سم من وجه العمود، أنا سأرسمها عند وجه العمود تماما. إذا نقوم بتقسيم المجاز إلى 3 أقسام، نقيس المسافة هنا المسافة 670 نقسمها إلى 3. كالعادة التباعد بين الأساور عند المساند يكون متقارب، سأخذه أنا 15، أما في وسط المجاز يكون التباعد بين الأساور كبير 30. إذن هذا تباعد الأساور. إذن رسمت الجائز بمقياس 1:50 للأفق وللشاقولة، ارتفاع الجائز 50 أخذناه سنت واحد. إذن هذه المسافة التكسيح عند L على 7. إذن هذه قضبان التسليح. الآن سوف نرسم مقطعين في الجائز، مقطع يكون بعد التكسيح ومقطع في منتصف المجاز. طبعا في منتصف المجاز لدينا 4 قضبان سفلي واثنين علويات، أما عند التكسيح لدينا قضيبين سفليين وأربع علويات. طبعا سوف نرسم المقطع بمقياس 1:25. إذا ارتفاع الجائز 50، 1:25 أي 2 سم، عرض الجائز 30، 1:25 1.2، سماكة البلاطة العلوية، سماكة البلاطة العلوية سنرسم الجزء العلوي. طبعا اتفقنا هنا الجائز مقطعه على شكل L، فيوجد جزء من البلاطة يعمل مع الجائز. إذا سماكة البلاطة 14 سم، 14 سم بمقياس 1:25 نضرب بـ4. إذا هكذا يكون شكل الجائز، هكذا يكون شكل مقطع الجائز. طبعا نضع إشارة قطع دليل أن البلاطة مستمرة ونحن قطعنا جزء منها. إذا التسليح في المقطع الأول 2 سفليات وأربع علويات، أما في المقطع الثاني 4 سفليات واثنين علويات. إذن 2 بـ4 هنا 4 بـ2. طبعا ولا ننسى أن نكتب كافة أقطار حديد التسليح وعدده. طبعا هنا في هذا المقطع AA لدينا 2 سفليات 4 علويات. طبعا يجب أخذ المقطع بعد التكسيح، هنا يوجد خطأ أنه الإشارة A المقطع قبل التكسيح، يجب أن يكون المقطع بعد التكسيح. وهنا لدينا قضيبين سفليين وأربع علويات، بينما هنا لدينا 4 قضبان، هنا إشارة الآ يجب أن تكون بعد التكسيح، الإشارة ب موجودة في مكانها الصحيح، أما الإشارة آ يجب أن تكون بعد التكسيح.